مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم فطور ولاد الشعب. بصحه فطوركم اليوم معنا كوبل يلاه بادي حياته تزوجوا مازال راح كنا القصه ديال الزواج ديالهم. عندهم وليد علاء عنده 9 شهور. الوضع المادي ديالهم جد مزري. الوليد سعيد 21 عام، بشرى 19 عام، سكنوا في الباديه، شويه جاوا للمدينه، شويه كراو هذا البيت، يلاه كراو ما كاملاش حتى سيمانه باش كراو هذا البيت، ها انتم كتشوفوا غير الصندوق فين كاينه فين حاطين، ما كاين خلا، قلت لها واش، قالت لي ما كاين لا فران لا والو كيفاش نطيب، ما كاين لا فران لا ثلاجه لا تلفازه، يعني صراحه يلاه غدا غيكملوا سيمانه باش سكنوا. نتمنوا يا ربي يكون الخير على يديكم. اليوم غنتعرفوا كيفاش تلاقاو، كيفاش تزوجوا صغار، وكيفاش كان زواج العائله، شويه كان كاينه واحد المشاعر نتج عليها تبارك الله الزين ديالنا علاء. السلام عليكم، نبدا بسعيد ياك. السلام ورحمه الله. اول حاجه بعد الرقم ديال التليفون، رقم 06-88-13-19-79. عاوديها بنتي، 06-88-13-19-79. سعيد، كيفاش تلاقيتي ببشرى؟ كيفاش تزوجتوا؟ نتوما مازالين صغار ياك؟ عاود لينا، قلت لك تي عايش انت في العروبيه. شفتي انا غير في العروبيه. شد ميكرو. انا غنشدك. شدي، كنت انا اختي غير في العروبيه، جات واحد النهار الوالده ديالي قالت لي كاينه واحد السيده بنت اختي راه عندها واحد الدريه غادي نشوفها لك. بنت خالتك؟ بنت خالتها. خالتها امو بنت خالتها. بنت خالتها. صافي كان عندي ديك الساعه واحد التليفون، صيفطت لي التصويره ديالها، صافي شفتها شويه. هذه الوالده ديالتي عطاتها النمره ديالي. صافي صيفطت لي في الواتساب، صافي بدينا تعرفنا على بعضياتنا. دازت واحد مده ديال شهر، كنت انا كنمشي من العروبيه كنطلع للدار البيضاء كنخدم. فاش كتخدم؟ هادشي ديال البني اختي، البني شي حاجه ديال الثقل وصافي، ما كاينش عندنا شي خدمه زعما الوريقات ولا هذه، ما كاينش داكشي عندنا. كتماره تمام. ايوا ملي كتلاقاها صافي جينا لدارهم، تلاقيت انا وياها صافي شفتها عجبتني وعجبتها عجبتك عجبتها صافي وتزوجنا. درتو العرس ليها في العروبيه؟ درنا واحد العرس في العروبيه على قد الحال. غزال داك العرس ديال العروبيه، على قد الحال كيكون فن. درناه على قد الحال، عرس ديال الدراوش. صافي دروزنا العرس صافي وسكنتو تما. سكننا تماك، نخليو بشرى سكنتي تما. انا شفتك بنت. سكننا تما ومن بعد وقع شي مشاكل وجينا من تما وجينا لدارنا، جلسنا عاوتاني وقعوا مشاكل خرجنا. قلتو بغيتو تكونوا بوحدكم؟ خرجنا عاوتاني. حنا ماشي زعما فينا صداع اختي ولا غنشكروا لكم ريوسنا، والله اختي حنا باغيين غير نعيشوا باش ما عطلق قسما بالله. هو احسن حاجه كل واحد يكون مستقر ما فيها باس. دابا الوالدين زيدونا وتسوخروا الله ورب. حنا دابا واش بيني وبينك اختي، دابا انا عندي 21 عام وهي عندها 19 عام، ما لا يمكن غادي تمشي لكم على العقل ديال امك، ولا انا غنمشي لها مع العقل ديال امها. راه خصهم يتساعدوا. صافي قال لك شويه صافي تسوخروا الله وخلونا حنا في جوجوكم الكبار وخلاوكم انتم الصغار منكم البعر. ريوسنا حنا اختي من ريوسنا، ما تي شي حاجه خدمتي باش تجيب ما تاكل غاتاكل، ما جبتيش راه غاتبيعت بالجوع. هادشي اللي كاين. هزيتي المسؤوليه مازال صغير. باقي صغير اختي وزيت المسؤوليه. والله ياك كرفصنا اختي، كرفصت راسي، كرفصت معايا بنت الناس، كرفصت ولدي اللي ما بغيتوش انا غدا ولا بعد غدا هادشي اللي طايح فيه انا يعيش فيه ولدي. خصني نوض كل صباح ضروري نوض نمشي للتمارة بالزمني، وخا الحاجه ما تكونش عاجباني خصني نخدم فيها. ياك وليت دابا كتخدم في الليكا. والبني اختي راه ما كاينش شي حاجه، راه من البني لما كانش نهار بحال البصلانه نخلط ونعطي المعلم. هادشي خدمتنا بوفري، هادشي اللي كاين. كاين شي سيما تطلع ضربه على كتفك، ولاد الشعب راه كلشي عارف هادشي. عارفين ضرب الخيشة على كتفك وطلع بغيتي تجيب نهارك. ما قديتيش ضرب الخنشه سير تريح في بداك. هادشي اللي كاين. وكاين الخدمه بعدا موجوده ولا الخدمه اختي؟ انا اليوم من اليوم قسما بالله العلي العظيم وعواش راد، انا اليوم والله اختي تم مشاو خلاني ما دانيش نخدمش، فقط تعطلت بواحد 5 دقائق مشاو خلاني ما خدمتش اليوم. انا النهار اللي كنوض هو ديالي، النهار اللي ما خدمتوش راه ماشي ديالي. شحال كتخدم كاع في السيمانه؟ شحال من نهار في السيمانه؟ نخدم 3 ايام 4 ايام كي هادشي هذا هو الماكسيموم ديال. نصور ديك 8000 ريال
تن 10,000 ريال 500 درهم هذا هو الثمن. ما غادير لك والو ولدي قسما بالله العظيم. وهذا البيت هذا اللي جيتو عندنا ليه وهذا الفطور اللي فاطرينو معنا، خالتي هي اللي صيفطت ليا واحد 600 درهم، شافت هذه الوضعيه اللي كندوز منها صيفطتها ليا هي باش كريت هذا الشهر، والشهر الاخر باقي على الله. ويلا سكنتو دابا 7 ايام. اه خرجنا حنا في رمضان، وقع الزوجه ديالي واحد الخلاف مع الاخ ديالها، قال لينا خرجوا لينا من الدار. خرجت جينا، جيت كاين واحد الاخت ديالي مع هاد الوالدين اللي زوجوني غير مربيني، وعندي والدي اخرين، عندي والدي اخرين انا غير مربي، ووالدي اللي زوجوني هما اللي مربيني. وجيت عند واحد الاخت ديالي اللي من والديا الحقاق، هي اللي صوفاتني مسكينه، هي واحد الدريه كاريه. كنشكرهم لا تفرجوا فيكم ان شاء الله، كنشكرهم بزاف وكنقول لهم سمحوا لي يلا كرفستكم معايا في هاد الشهر ديال رمضان، سمحوا لي بزاف. هي اللي هما اللي تشهير بعدا بما خربقت شويه، بما دبرت على البيت وجبت حويجات وتساعدوا معايا الناس، كل واحد واش عطاني، عطاونا مويعنات، عطاونا هاد البرير ديال الكوسان، والله ما شارين شي حاجه الا الحباب هما اللي معاونينا. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يجيب لكم الرزق ان شاء الله. مازالين صغار هزيتوا الحمل، والحمد لله قلت واحد الكلمه انكم قلتوا واخا جوجكم الوالدين وتسخروا اللار اللور، انتم بغيتوا بعضياتكم، ولدتوا واخا المعيشه صعيبه ماشي سهله. قلت لي ما البيت ما فيه حتى شي حاجه، يمكن في الراه ولا هادي عطاتينا واحد المراه. شنو هي هاد الزربيه؟ اه واخا هي مديره من سميتو، انا قلبتها درتي الظهر ديالها مكوله من الوجه ديالها. وهاد المراه هادي شي عطا لينا واحد الراجل، وهادي عطات لينا واحد المراه، وهادي عطات لينا اختو، وهاد البريد هاد المواعن كاملين تاع اختو، حتى هي كانت كاريه دابا كاريه مع مراه اخرى عندهم المواعن. دابا عطاتني هذا وعطاتني هادشي، باقيه البوطه يلا شرينا، شرا لي شرا لي واحد الراجل، شرا لي السيد اللي خدام معاه هذيك المقيله يلا شرا لي، ويلا شرا لي اليوم قصريه، وهذيك هذيك العيبه كلشي هكا باقي الحمد لله. وما كاين لا فرالة التلفازه، لا فرالة الثلاجه، لا التلفازه، لا ماكينه، لا باقا ما عنديش حتى الصبن، بقى ما عنديش حتى بانيو في الصبن لا فراك. بانيو ما عندكش ديال الصابون؟ لا ما عندكش فراك؟ لا باقي المعالق سوا من الاخرين، بقى ما عنديش بزاف د الحوايج، دوك الحاجات بسيطه بقى ما عنديش. شحال في عمرك؟ 19 عام. دابا انت زوجه وام؟ زوجه وام الحمد لله. اذا سولتك على الزواج شنو نقول؟ اش غنقول لك؟ لي باقي صغير بعدا ماشي كنحرض ولا شي حاجه، نصيحه ما يتزوجش هو صغير، كم اللي باغي يقرا بعدا يكمل قرايته. والحمد لله حنا تزوجنا والحمد لله. الحمد لله الانسان صافي تزوج راه كيكمل المشوار، خاصه انت الله يعمرها دار وهو الله يعمرها دار، وضريفين بزوج. يعني انا شفتكم ملي كنتكلموا فحال هكا وكنهضروا طيبه وطيب، ولد الناس وبنت الناس، جمعتوا في الحلال غادي تكملوها. وتبارك الله هذه البذره هذه راه يشوف فيها بنادم الانسان عاد يشوف فيه يقول اليوم العيد وغدا العيد وبعد غدا العيد، ياك عايفين ما هكا شوفي في وليدك فحال هكا وفرحي. الحمد لله. ومسكين الحليب كتلقاي ليه؟ الحليب انا درت ليه نيدو، نيدو ما خصنيش عارفه نيدو كيديروا على 3 سنين والفوق. انا درتو ليه مسكين على 4 شهور، درتو لي على 4 شهور واحد الان باقي كنديرو. ما عندكش باش تشري حليب في الفرماسيان ديال 70 درهم 75 درهم؟ هذاك الحليب في الفرماسيان كان واحد مولا الصيدليه مسكينه كانت كتعطيه ليا، هذاك اللي كيقرب كيقرب يوفى كتعطيه ليا مسكينه، هي اللي كانت كتعطيه ليا فاش تزيد. من بعد صار ما بقاتش كتعطيه ليا، درت ليه نيدو. باقي دابا كيشرب نيدو؟ شحال دابا عنده؟ دابا عنده 9 شهور. ومش هذاك نيدو ما شبعانش فيه، كندير ليه غير كنتسقرم ليه مثلا باكيه، كندير ليه فيها غير شويه، خاصني مثلا ندير ليه الماء. خاصني ندير ليه 4 المعارك، كندير ليه غير 3. والرضاعه ما كترضعيش طبيعي؟ كنرض شويه، ما فياش ما فياش الحليب، ما فيكش الحليب، فياش الحليب. دابا الكسوه مسكين كاع يلا هذا هو السؤال اللي غنقول لك، واش كسيتي ولا الدراري الصغار كاملين تكساو؟ كلشي شفت الناس كيكساو في وليداتهم وانا ما لقيت لي مسكين جهد، باقي ما مكسيش. دابا يجيب الله، دابا ان شاء الله دابا يتكسا ودابا يلبس ودابا يعجبك ان شاء الله، دابا يعجبك. مشاهدينا كيف كتشوفوا معنا، بغينا نجي ونخلقوا معاهم واحد الجو شويه ديال الفرحه وهكا. ساعه كيف كتشوفهم ظروف قاسيه وقاسيه بزاف، قالوا واحد الكلمه قال لك زوجونا الكبار وتكحزوا اللور وخلاونا حنا في وجه المدفع. كيعافروا
كيكافحوا بغاو بعضياتهم ولدوا وليد، ولكن ظروف قاسيه راه سمعتوا الدري كيبيع ماشي بالناي يعني الصنعة، كيخلط البصلانه كيهز الخيش يهز الياجور يعني اللي كيضربوا تمره اللي كيهزوا غير الثقل كاينين باش يهزوا الثقل في الخدمه ديال التبنيت. نتمنوا انهم النهار القدام تكون عنده واحد الصنعه. البنيته 19 عام قابله الوليد، جاوا لهذا البيت راه نتوما كتشوفوا يعني الوضع راه ما كاين ما يتخبى، ما بغيناكمش تبكيو. سعيد ما بغيناكش اولدي تبكي. انا ماشي كنبكي اختي باش يشبقوا فيا الناس ولا باش. لا عارفك اولدي باين. انا كنبكي الراجل ماشي ساهل يبكي اصلا. حيت اختي تكرفصنا بزاف، ماشي نقول لك تكرفص بزاف لا انا ولا الدريه اللي خديت ولا الولد ولا بزاف اختي حياتي رجعت على الله. واخا كولد باديات انا كانوا عندي اهداف كانوا عندي شي بحال بحال كي الباديه كندينا ولدي فهمتي، كنت شي الحوايج باغي نديرهم في حياتي والو. دابا كاع دوك الاهداف اللي كنا بانين عليهم صافي ولينا ما بقات حتى حاجه زعما صافي، كتشوف راسك راك ما غدير والو. انا ما بغيتش غير ولدي يطيح في هادشي اللي طحت فيه، وبغيت لا ماشي حاجه ما درتهاش كنتمناها في هاد الدري بحال سعيد اللي ما دار شي حاجه. سعيد الصغير غيدير شي حاجه يقدر الحوايج اللي ما درتهمش انا يديرهم ولدي. مازال ان شاء الله غدير انت، راه 21 سنه راه باقي صغير، مازال غدير وغدير لسعيد وبشرى ومازال غتكونوا بخير ومزيانين، وان شاء الله الرجاء كامل في المحسنين. التليفون ديالك كيصوني ياك يمكن. الرجاء كامل في المحسنين يعني صدقا. هاد الكوبل سعيد وبشرى راه كيدوزوا من واحد المعاناه. نقولها جاوبي بنتي، بغيتي تجاوبي جاوبي. الو نتمنوا يا ربي هذا الاتصال يكون فيه الخير يا ربي. اختي كاع الاهداف اللي كانوا دايرين حتى حاجه ما بقينا كنفكروا فيها كما كان. دابا الحاجه كتفكر فيها هي نكبر هذا الوليد. شنو هو الحلم اللي كان عندك انت؟ انا نمشي للحوايج اختي، انا كانت الحلم ديالي ندير بيع وشراء ونكون انا شل اختي. هذاك الشيء ما بقاش حتى قادر نجبدو، داك الشيء اللي كان في راسي والله اختي ما بقيتش باغي ندوي فيه ولا نفكر فيه. حتى انا ملي كنت تم في العروبي وهادي كنت فهمتي بحال قولي بديت فهمت داكشي ملي جيت هنايا المدينه وهادي وتزوجنا بحال داكشي تقلب كلشي ما بقيتش تنبغي نتفكر فيها داكشي اللي كنت باغي ندير ولا يعني كنتي غادي في واحد المسار وقلبتي لواحد صافي وليت هنا في المدينه والمدينه فيها شل حوايج وشل مصاريف وشل 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 يكون خير ان شاء الله. وهاد الابتسامه اللي بغينا حنا جينا على هي البدايه. بشرى عاوتاني بتسم يكون خير بشرى ان شاء الله. نتمنوا غير الخير مازال يكون خير بينا والجميع المسلمين. النداء ديالك بشرى؟ النداء ديالي بغيت الناس يعاونوني ماشي بالكثير ولو غير بالقليل، اللي في استطاعته يعاونني ماشي بالضروره يكونوا بفلوس ولا هذه، غير اللي قد عليه الانسان يعاونني به. الله يجازيكم بخير. هادشي اللي كنتمنى. حنا الا كانت كتفرج فينا نديرو مثلا 20 واحد ولا 30 واحد، حنا بغينا ثلاثه ديال الناس ولا اربعه اللي يتساعدوا معنا يشوفوا الحاله ديالنا. حنا ما جيناش باش نمثلوا عليكم ولا جينا باش حنا راه تقاسمنا معكم كلشي كاع هادشي اللي كعشناه كاع الظروف الصعيبه. والناس اللي تعاونوا معايا تما الله يرحم لهم الوالدين اللي عطاوني هاد المعنات اللي عطاوني هاد الصندوق، واخا هادشي كيبان لكم بسيط راه فرحوني، راه من حاجه البسيطه راه فرحوني وجاو فرشوا لي بيتي. وكنشكر اختي وكنشكر واحد الدريه معاها وكنشكر خالتي اللي في اسبانيا مسكينه هي ما عداش نطلب لها الله يسهل عليها في هذا النهار. هي مسكينه كيعاونوها غير المحسنين، وتشوفوا واحد كيعاونوا المحسنين عاونك تكري لك بيت في شهر راه ماشي ساعه خلصت لي شهر باش نبدا انايا. كنشكرهم كاملين والله يجازيكم بخير، وكنشكركم نتوما يا قناه شوف تي في والله الا كنشكركم بزاف. وراه هادشي اللي كديروا راه الله اللي غيخلصكم. الواجب هذا باش الصوت ديالنا يوصل وباش الناس اللي مكرفصه بحالنا خاص باش كتبينوهم نتوما راه ماشي ساهل. الله يجازيكم بخير. الواجب ديالنا حنايا وهذا من بين الاشياء اللي كانت حنا كنفرحوا صراحه ملي كيتصل بينا شي واحد قلنا راه اتصلوا بيا المحسنين وعاونوني. وبعض المرات كتوقع شي واحد ما كيتصل شبيش واحد كنحزنوا كنقولوا حنا ما كرهناش كاع، لان شوف راه ما كيهز الانسان الميكرو كيوجه واحد النداء الا ولا وصلت فيه العظم كيف كنقولوا. يعني كنشوفكم ثلاثه تبارك الله باقي صغير وباقا صغيره وكاين وليد، يعني كاين واحد لو كانت غير شويه ديال الامكانيات كتكون عند واحد الحياه ديالكم زوينه وكلها سعاده وفرحه. باقيين صغار وليدكم كيكبر قدامكم خاص شويه الامكانيات. حنا بدورنا نداء للمحسنين. البيت فرحانين، ها هما الصندوق جابوا لهم فين كيحطوا الماء
ناكلوا فرحانين. اسمحي لي لبينت ما عن يعني حتى الكيسان ها انتم كتشوفوا الكيسه راه كل كاس في نوع وفرحانين الحمد لله. ماشي عيب ماشي عيب هادشي. حنا كنتمنوا ان المحسنين يكسيو بعدا علاء. بغينا علاء نهار العيد يفرح ياك علاء. علاء بغينا نهار العيد هو يلبس حويجات ديال العيد حتى هو يفرح. واخا ما عارفش هو العيد باقي الله عنده 9 شهور ولكن غيفرحوا والديه ملي يشوفوه لابس ومكسي. بغينا بشرى يكون عندها يعني غير سولتها قلت لها البطبوط قالت لك كلشي كنطيبوا بديك البوطه الصغيره حتى هي يكون عندها فران وتكون عندها ثلاجه وتلفازه فين يتلاهاو. بغينا المحسنين يعاونوا هذا الكوبل بدي حياته بالحلال. قال لك ماشي حنا العائله اللي جوجونا يعني حنا ما خصيناش نتزوجوا ولكن في العروبيه تزوجوا وهما هزوا الحمل. سعيد كيخدم حمال في تبنايت يعني الخدمه ديال الكرفي ديال بصح 3 ايام في السيمانه اش غدير ليه ومره كاين الخدمه مره ما كايناش. يا ربي بغينا النداء ديالنا يوصل لكل المحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن باش يتعاونوا في هذه العواشر وفي هذه الايام المباركه عند الله سبحانه وتعالى يتعاونوا مع سعيد وبشرى. ان شاء الله كنتمنى انهم يهزوا التليفون ويتصلوا بنا ويقولنا الحمد لله راه البيت ديالنا تفرش راه المحسنين كسبوا لنا علاء راه حنا الحمد لله راه غادي خطوه خطوه. يا ربي وما بقى لمشاهدينا الا نودعكم. شكرا شكرا لحسن المتابعه وشكرا لجميع المحسنين اللي كيتعاطفوا مع مثل هذه الحالات. دمتم في امان الله الى اللقاء.